Alhamdulillah. Alhamdulillah, al-Aziz al-Tawwab. Hada ila sabilihi man anab. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ittaqullaha ta'ala haqqan taqwa. فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرُ زَادٍ وَأَرْجَى سَبِيلٍ لِلسَّلَامَةِ مِنْ حَسْرَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إخوة الإيمان إخوة الإيمان يعيش العالم أجمع مرحلة قلق من فيروس كورونا الذي ينتشر بسرعة كبيرة ويتزايد عدد ضحايا إصابة وموتا وليس هذا الوباء العالمي بجديد على البشرية فقد شهد العالم وقائع مماثلة منذ عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم تواترت فيما بعد ومن أشهر التواعين تاعون عمواس في سنة 18 الذي حصد الكثير من الأرواح نحو 30,000 من بينهم كبار الصحابة رضي الله عنهم منهم معاذ بن جبل وأبي عبيدة رضي الله عنهما ومن حكمة الله تعالى في عباده أن يبتليهم بالطواعين والأوبئة العامة في بعض الأزمنة والأماكن لتكون آية على قوته وقدرته ولتكون تذكرة للناس تذكرهم فبضعفهم وحاجتهم إلى ربهم ولتكون مميزة بين أهل التوحيد وبين أهل الشرك وأن هذه الأوبئة قد تكون رجزا وعذابا يسلطه الله تبارك وتعالى على أعدائه عقوبة مع ما يدخره لهم في الآخرة من العذاب وأنها تكون رحمة للمؤمنين وكفارة لذنوبهم ورفعة لدرجاتهم اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اصرف عنا اللهم اصرف عنا كل سوء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وأولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون بارك الله بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول هذا وأستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم العظيم الجبار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله عز وجل والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعة الإسلام وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الإيمان إن أحسن الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صلوا وسلموا رحمكم الله كما أمركم الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خصوصا على خلفاء الأربعة ساداتنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار وسيدنا عمر الفاروق قامع أساس الكفار وسيدنا عثمان ذي النورين صاحب الحياء والوقار وسيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار وعلى سائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وعدلا وسائر بلاد المسلمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا سووا صفوفكم صفوں کو درست کر لیں مل مل کر کھڑے رہیں اگلی صفوں کو پر کر لیں درمیان میں جگہ بالکل خالی نہ چھوڑیں اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين أعداء الإسلام والمسلمين اللهم عذب الكفرة والمشركين واليهود والنصارى الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب ديارهم وفل حدهم ونكس أعلامهم واقطع دابرهم وألق في قلوبهم الرعب والجبن وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله